الكلام السليم برضو انه بليغ حمدي هو حدوته كبيره يجب دائما ان تروى، لانه الرجل الحقيقه تعدى مراحل الابداع. الراجل عمل رحمه الله عليه هذا الموسيقي الموسيقار العظيم الحقيقه بليغ حمدي، عمل موسيقى لكل شيء. يعني الرجل ابدع في الموسيقى لاجل الغناء العاطفي، ابدع لاجل الغناء الوطني، ابدع في موسيقى لاجل الغناء الشعبي، ابدع لاجل موسيقى في الابتهال والانشاد. مفيش حاجه او مفيش لون موسيقي بليغ حمدي ما ابدعش فيه، لدرجه انه فاجأ الكل وفضل يفاجئ الكل. فانا حتى بتفاجئ، معقول بليغ حمدي النهارده 92 سنه؟ لا اتصور دائما في ذهني صوره بليغ حمدي ابعد من الصوره اللي احنا شايفينها قدامنا دي، لا اتصورها ابعد من كده. يظل بليغ حمدي بالمناسبه بموسيقاه حاضرا، وان كان غائبا عن هذه الدنيا بجسده فهو حاضر طول الوقت بابداعه الموسيقي. طبعا يتحدث في ذلك افضل مني عشرات المرات ناقدنا الموسيقي الكبير ومؤرخنا الموسيقي الكبير استاذ محمد دياب. اهلا اهلا اهلا. اهلا بيك يا فندم. ازاي الاحوال؟ كله تمام؟ تمام بخير الحمد لله. بليغ حمدي 92 سنه، مين يصدق؟ و190 سنه هيفضل بليغ حمدي، وتفضل الحان وموسيقى يعني ماليه الكون، يعني ماليه الفضاء. ليه هتفضل موسيقى بليغ حمدي ماليه اذهاننا وماليه وجداننا وهتظل كذلك؟ ايه سر بليغ حمدي؟ الجمال والصدق يعني والإتقان في العمل. وأكيد كل موسيقى يعني جميلة وصادقة ومتقنة تفضل حية وعايشة طول الوقت. يعني في رأيك إيه أروع ما قدمه بليغ حمدي؟ أروع ما قدمه بليغ حمدي طبعا هو لما اكتشف الفلكلور. يعني بليغ بدأ التلحين سنة 56، قبل التلحين كان مطرب معتمد في الإذاعة وسجل حوالي 13 أو 14 أغنية كالعادة. يعني من طفولته هو كان نفسه يبقى مطرب زي محمد عبد الوهاب وكده. بعدين تدريجيا اكتشف إنه في ملكة التلحين، والأستاذ الشجاعي قال له لا أنت تلحن وتتوقف عن الغناء وكده، وقد كان بس قال له أنا مش هعتبرك ملحن إلا لما تخلص دراستك في المعهد وكده. طبعا هو كمل دراسته في معهدين وفي كليه الحقوق، وما كملش ولا دراسه من الثلاثه، يعني كليه الحقوق ومعهد الموسيقى العربيه في شارع فؤاد، ومعهد العالي للموسيقى معهد الموسيقى المسرحيه اللي عمله الدكتور الحسني اللي كان في شارع المبتدئين. ما كملش اي دراسه من دول، ولكن هو كمان خارج كده جاب مدرسين يعلموه المزيكا، وكان ناوي يسافر روسيا يدرس الموسيقى في موسكو في الستينات في عز ما هو بليغ حمدي. يعني هو اعلن عن ده سنه 65 66 انه عايز يروح يدرس الموسيقى في موسكو، شايف يعني مش مكتفي، وفي نفس الوقت قال انا هرجع احفظ القران الكريم علشان اتجوز في الحاني بشكل افضل، لانه هو نبع كبير جدا للموسيقى. هو لما اكتشف الكلور سنه 64 تقريبا مع الابنودي، يعني الابنودي هو اللي حط شويه يعني على كونه ثنائي مع محمد رشدي. فاكتشف ان في نبع لا ينضب من الموسيقى الفلكلوريه وموسيقى الصعيد وايقاعات وكده، فدخل التجربه دي هي كانت حاله التوهج بتاعه. يعني نقدر نقول 64 لحد طبعا ما توفى عبد الحليم حافظ. بوفاه عبد الحليم ووفاه السيده ام كلثوم فقد اكبر صوتين كانوا بيغنوا الحان. ووقتها في السبعينات كان متزوج من المطربه ورده، فكان بعد الزواج حصل شويه مشاكل مع الفنانه نجاة الصغيره، مع طبعا كان في قطيعه مع فايزه احمد. مع شاديه قلت تعاونه شويه، حتى مع خاص راضي اللي هي يعني تجربته اللي هو يعني صنعها قلت شويه يعني. فكان قدامه صوت ورده بس تقريبا يعني ورشدي وكده يعني. بعد انفصاله عن ورده رجع تاني بقى التعاون اكتر مع شاديه ومع نجاه وكده يعني. بس هو خسر اهم صوتين طبعا بينقلوا صوته الحان وعفوا للعالم كله، طبعا السيده ام كلثوم وعبد الحليم حافظ.
والاصوات ملهمه في الالحان يعني. كل ما كان الصوت كبير يعني بيبقى الابداع كبير يعني، بيدي ابداع في التلحين على قدر وقامه هذا الصوت. طبعا قدم حاجات عظيمه بعد كده مع ورده برضو، مع شاديه ومع نجاه ومع فايزه احمد بعد انفصالها عن محمد سلطان سنه 81، عمل لها حبيبي نتغرب، وكان هيعمل لها سيدي انا بس ده الميادة الحناوي، وعمل لها غنوه وطنيه. فالمرحله الذهبيه بتاعته زي ما قلنا بدات من 64 65 مع اكتشافه الفولكلور. الحانه اصبحت يعني ساطعه، ويعني الجمال فيها كان لا يقاوم يعني. شعبياته مع رشدي، شعبياته مع شاديه، الحنه الحنه وقولوا العين الشمس والعدك ميه بنين العسليه، حاجات كتير قوي يعني مع رشدي طبعا، ومع عبد الحليم حافظ يعني. عبد الحليم اعتمد عليه، عبد الحليم لما الاستاذ كمال الطويل اعتزل التلحين كان في خلاف بين عبد الحليم والموجي، اعتمد بشكل كلي تقريبا على الحان بليغ حمدي من 66 لحد 74 ايضا من حفظ الله اخر غيره في الوطني وفي العاطفي. وبليغ لحن انشاد طبعا طبعا للشيخ النقشبندي مولاي يعني، لما بيحكي الاستاذ وجد الحكيم كان في برنامج اسمه اخوه الحق كان هيتعمل في رمضان اعتقد 72 71 72، وكان في في عرس احدى بنات الرئيس انور السادات طلب ان هم اليوم يتعاونوا، ليه ما يتعاونوش؟ فحصل التعاون ده طبعا، عمل مولاي وكذا حاجه تانية، بس طبعا مولاي هي اكثر حاجه نجحت يعني. كانت مشهوره جدا يعني، كنا نسمع انه مولانا النقشبندي كان معترض انه بليغ حمدي هيلحن له. لا هو ما كانش معترض، هو كان مندهش يعني، طب بليغ لو لحلي هيقدم ايه؟ هو بيقدم في الكلور وايقاعات صعيدي ومرحه وكده، طب هيعمل ايه في الانشاد الديني يعني؟ بس طبعا عمل يعني وزي ما بيحكي الاستاذ وجدي الحكيم انه قال الاستاذ وجدي لانه كان مسؤول وقتها في الاذاعه عن الموسيقى والتسجيل الالحان، قال له انت هتشوفني من ورا الازاز مع بليغ في الاستوديو، هو هيسمعني اللي هو حضره، لو عجبني انا هخلع العمامه واحطها على المكتب. ايوه. لو ما عجبنيش مش هخلعها. فبيقول ان هو خلع العمامه وبعدين خلع الجبه، وقال له كان ممكن اخلع القفطان كامل يعني من كتر اعجابه باللحن يعني. قال لهم بليغ ده جن. ايوه. الله يرحمه الله يرحمه. انا بشكرك الله جدا جدا الله جدا يا استاذ محمد، نورتنا وشرفتنا كاتبنا وناقدنا الموسيقي الكبير الاستاذ محمد دياب.